عظيمة وعديدة. تمنع نشوفنا الريق بيض البشرة وتنعم البشرة وتطول الشعر وتنعم الشعر سواء أكل أو شرب أو عصير. ونعملها في جهات كثير. اللهم صل على حبيب النبي كثيرا كثيرا. وتمنع اللهم صل على الحبيب يعني كل حاجة لأن فوائد عظيمة عد إيه ولا إيه ولا إيه. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب يا رسول الله. وتقوي الجهاز المناعي وتسهل عملية الإخراج والهضم يعني كل حاجة. اللهم صل على حبيب سيدنا محمد. بتنظم نسبة السكر في الدم ونسبة الكوليسترول في الدم. اللهم صل على الحبيب سيدنا محمد. وبتنقص الوزن وبتزود الوزن زي الأستاذ أو الدكتورة. بتزود الوزن من غير سكر. بتنقص الوزن بدون سكر أو قليل من السكر. لأن أنا بشربها يعني أنا خسيت كنت 85 كيلو ونزلت عن بقيت حاجة 50 54 55 في الحدود دي. اللهم صل على الحبيب سيدنا محمد. أو 56 يعني نزلت الحمد لله بفضل من الله أولا سبحانه وتعالى. وثانيا المشروبات اللي بدون عصائر بدون سكر أو قليل من السكر. بشرب كل حاجة باكل سكريات باكل كل حاجة وباكل اللي أنا عاوزاه وبالنسبة اللي أنا عاوزاه. بس بقلل بقى إيه وبشرب والحب بتاعها باكله أحط عليها معلقة سكر واكل او ساعات اكل من غير سكر لان بيسهل كل حاجه. والمرضعات بيزود لها اللبن بيزود ايه اللبن للاطفال. اللهم صل وسلم وبارك على محمد رسول الله. لحد لما حاجه انا اسال العصر يعني كل حاجه بنزلها لفوائد عظيمه وعديده من الله سبحانه وتعالى. من كل ذات الفلقتين هذه الحلوه ذات الفلقتين والترمي ذات الفلقتين والفاصوليا والبسله وكل حاجه. اللهم صل على الحبيب واللوبيا. اللهم صل على الحبيب سيدنا محمد. والعدس مذكور في القرآن كل حاجة مذكورة في القرآن. اللهم صل على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبتمنع البلغم وبتمنع الرب اللي هو مركز في الجسم أو شجرة مزروعة بيطلع بيعملها عصير الحلبة. الحلبة المزرعة عملتها عصير بس بالحليب عصره. وهاتوا على جوجل او على يوتيوب وقولوا فوائد الحلبة او تقول عصائر الحلبة وانواعها مع الشيخ بطوط عصير. هاتوا عليك الحلبة بانواع سواء شرب او عصير او اكل اللي انا عاملاها المزرعة ومنزلة الفيديوهات بتاعتها كتيرة ما شاء الله. وعصائر الطعام وعصائر اللي في الفريش الطازة اللي هي فيها وقت كلها. اللهم والخضروات كرات البصل البقدونس كل حاجة عملها. حق لا إله إلا الله اذكرنا في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي رسول الله. شكرا للمتابعين والمشاهدين وكل ما والأمان وربنا يبارك فيكم أجمعين. وإن شاء الله نعلو ونعلو بكم إن حضراتكم أخواتي وحبايبي نور عينيا. أنتم بتدعموني وتشجعوني واستمري كل حاجة في ملاها جميلة واستمري. اللي بيكتب تعليقات غير صريح بعديها ولكني شايفه حاجه ان ربنا بيتصرف. لكن اللي بيكتب كلام وجهني بكتب جميل احسن منا. اللي بيكتب كلام غير ذلك الله هو بقى يهديه. ان انا بعمل خالصا لوجه الله الكريم. انا ولا رياء ولا سمعه ولا عاوز اي حاجه. بس بعمل فيديوهات عصائر الطعام. مش عارفه تاكل اللحمه بفرمها في الخلاط. مش عارفه تاكل الرز بفرمه في الخلاط الطبيخ. واخلط مع البعض يقوم تركيب واحد او مركبا واحدا او طعما واحدا في كوب واحدا او في واحدا او في طبقا واحد طبق واحد في كل حاجه. يعني اللي مش عارف ياكل بينعصر في الخلاط وينشرب وخلاص. مفيش حاجه مستحيله عندي لو انا بكل بامر الله سبحانه وتعالى. يبقى الحلبه بويتها عظيمه تبيض الوجه وبتنعم البشره وبتطول الشعر وبتنعم الشعر زي الترمس. أمي يعني منقوع الحلبة بيخسس. وأنا شربته وعملت إيه منقوع الحلبة يا أستاذة. منقوع الحلبة جبت الحلبة ناشفة غسلتها. هي الحلبة نظيفة أصلا مغسولة بس أنا حطيتها في المية
ويوم وتاني يوم رحت شارب المية بتاعتها ورحت حاطاها فوق ماشية، ويومين كده وبقيت اسقاها ميه من اللي بنشربها وحطيتها في التلاجة، زرعت في القماشة وشلتها في طبق وبقينا ناكل منها. وعملتها عصير لماما ازاي؟ عملتها لماما حبيبتي عصير، حطيتها في الخلاط وفوقها سكر، شوية سكر وحليب، لأن لازم تنعمل بحليب. اللي عاوز يعصرها بدون حليب يعملها بمية، بس الحليب أفضل لأن طعمها بتبقى خطير بالحليب، وطعمها يتغير لأن فيها بتبقى فيها نسبة مرارة الحلبة اللي هي المزرعة أو الخضرة اللي هي زي الجرجير، ما بتنزرع بتبقى خضرة، بتبقى سبحان الله. أنا عملتها وشربت منها بس نزلت مرارة بسيطة، بس الحليب بيغيرها سبحان الله. نحط شوية صغيرين ونحط كوبري حليب وشوية سكر قليل معلقتين، ونعصرها في الخلاط وتنشرب، ونصفها اللي مش عارف ايه، لان هتبقى فيها يعني شوائب ثقيلة، لازم نصفيها في مصفى او في اي حاجة عشان تنزل العصير، والشوائب او الثقيلة هي من فوق مش هينزل، لان اللي هو كبير سن ما يشقلقش في زوره او ما تعرفش تاكلها. عملت عصير الترمس بحليب برضه، وعملها بسكر وسنة شربته. اللهم صل على حبيبي، يعني عصر عاملاه كل حاجة، لأنه مش حاجة مستحيل، وبارك الله فيك. يعني الحلبة كمان بعيد وزيد في الحلبة، اللي سألوني وكتبوا فوائد الحلبة كتير، وطلعوا على جوجل قالوا غير الدكاترة ومهندس كله كاتب، يعني مشان الواحد ما تجيبه على جوجل هيطلع لك فوائد الحلبة عديدة عظيمة، كل واحد أو كل واحدة بتتكلم اللي هي عاوزاها، أو من العلماء أو الدكاترة بيتكلموا فوائد عظيمة، وللقولون كل الجسم سبحان الله. ربنا خلقش حاجة كده ما لهاش فايدة، لا خلق كل حاجة لها فوائد عظيمة، بس ما زي ما فيه فوائد فيها أضرار، بس ما لهاش أضرار. الحلبة نشرب وناكل منها، ناكلها مزرعة فوائد عظيمة، لأن سبحان الله اللي بقى يعني كل حاجة بتسهل عملية الإخراج، الهضم، تكون الجهاز المناعي، كل ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكتب على جوجل، كتب في القناة فوائد العنز اللي سألوك، كتبت لهم اللهم صل على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانا اتكلمت ما فيه كفاية على الحلم، وليس فيه كثير بس عشان الوقت وصل العصر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. يبقى نشربها، بتمنع الرغبة ان نشرب الحلبة، تفعل هذه الحلبة تمنع الحب ده كله، اما نحط على سكر او باكله بدون سكر. والحلبة بشربها بحبها اصلا، لان بتسهل عملية الاخراج التبول، سبحان الله كل حاجة بتسهل عملية الاخراج، بتسهل العصر، الهضم بتسهل، يعني ما تقولش بتعمل امساك، لا بتسهل كل حاجة ما شاء الله. يعني الحلبة سبحان الله، يعني ربنا جعل لكل حاجة فوائد وأسباب سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. فاكهة تنشرب، طعام تتاكل أو تنشرب برضك سبحان الله، يعني منها أكل وشرب وعصير. أنا عاملها ومنزل لها نشيد ومنزلها كل حاجة، وعاملة عصير وعاملة طعام كل حاجة ما شاء الله. الحب بيتاكل يستوي على النار، بعد كده يتاكل اما بدون سكر او بسكر. اللي عاوز يخس يشرب الحاجه قليلا من السكر او من دون سكر. انا كنت بشرب من كوع الحلبه ومن كوع الترمس وعصير الليمون اللي هما بنغليه، الميه بتاعته بشربه اي مره، اي يعني بيقول لك كل يعني هو مرارته فيه، يعني فوائد في المراره وفي المر، يعني دي ولا لما تروح الدكتور بتاع الجن او تخسيس او يكتب لك ادويه فيها يعني اضرار اكثر من نوافع، لكن دي كلها فوائد ونوافع. النافع من الله هو النافع والضرب الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، لكن اللهم صل على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى فوائد الحلبه عظيمه وعديده، تنعيم البشره، تحسين الجواكي ما شاء الله، تعطي نشاطا وحيويا حيويه ما شاء الله، تاني الواحد مبتسم فرحان، لان سبحان الله بتهدي النفوس، بتهدي الحيرانه سبحان الله، وتشبع الجوعانه ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله.
سواء بتنشره قبل قبل النوم بعد النوم على الريق غير الريق في وسط الطعام بعد الطعام بتنشره في أي وقت مناش وقت محدد اللي نفسه في حاجة ياكلها أو اللي في نفسه حاجة يشربها قبل الأوان أو قبل ما يجي كل نفس ما تشتهي قبل أن يجي الشاهد ما تشتهي ما تشتهي يعني كل واحد ياكل اللي عاوزه أو يشرب اللي عاوزه بحيث هو في السن هذا أو لأن ما يجي وقت كده بيجي له كل حاجة ما يعرفش ياكلها ولا يشربها سبحان الله خلاص نسد نفسه عن حاجة أو مش عارف لكن احنا ناكل كل حاجة ونشرب بعون الله ونصلي على الحبيب ونسمي الله ونتوضأ ونصلي الوقت بوقته لأن الصلاة فوائدها عظيمة وعديدة صلاة الركوع صلاة على رسول الله الصلاة اللي فيها ركوع السجود الخمس أوقات الصبح سنة الفجر قبل سنة الفجر والصبح يعني هما خمس أوقات الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء اللهم صل وسلم وبارك وفيه نوافل السنن قبليه وسنن بعديه اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله حضر يا ماما كده خلصنا فوائد الحلمة وإن شاء الله تحت أمرك في أي وقت بارك الله فيكم وفي وفي كل المستمعين والمشاهدين المتابعين اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله